رئيس الحزب الجمهوري أحمد نجيب شابي أحضر البارح في برنامج تونس اليوم على قناة الحوار التونسي، وقال أنه باستثناء عبير موسي الكل يخشى الانتخابات المبكرة. نكيد الآن على السويعات قليلة من انتهاء الأجل وما قدمناش. أنا في رأيي باش تخرج حكومة. باش تخرج حكومة ليش؟ لأن مكونات المجلس النيابي ولا واحد فيهم عنده مصلحة باش يمشي لمغامرة انتخابية أخرى، عدا عبير موسي اللي حسب استطلاعات الرأي قاعدة تحسن أمورها شوية. ولكن الانتخابات لو كان باش تصير في الظروف هذه باش تعطي نفس النتائج. عزوف أقوى من طرف المواطن، لأن المواطن يشعر بالإحباط وفسيفساء. في برنامج رونديفو التاسع على قناة التاسعة في علاقة بموقف حزب قلب تونس، قال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر قلب تونس البارح في الأيام كان جمعية خيرية. قلب تونس اليوم حزب في طور التشكل، البارح جمعية خيرية، البارح في الأيام وكان نقولوا البارح معناتها حكاية متاع شهرين ثلاثة، اليوم حزب مازلنا ما نعرفوش مواقفه. ربما هذه مناسبة الامتحان، المواقف نتاعو، التوجهات نتاعو. تمكنت مساء البارح ثلاث مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج من إحباط محاولة تهريب 38 كبسولة من مخدر القنب الهندي اللي توزن حوالي 328.2 جرام، تم إنزالها على عين المكان من قبل مسافرة مغاربية الجنسية جاية من مدينة الدار البيضاء، وبإخضاعها للتفتيش الدقيق اعترفت بأنها قامت بابتلاع 80 كبسولة. قال كاتب عام الجامعة الوطنية للصيد البحري التابعة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صالح شرف الدين أنه البحارة في كل من المهدية وصفاقس وجابس ومدنين عازمين على إغلاق الموانئ كليا إذا زاد تأخر صرف التعويضات المتفق عليها من وزارة الفلاحة. وأضاف كاتب عام الجامعة في تصريح الوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه المهلة المتفق عليها من الأطراف المعنية والمتعلقة بتخصيص تعويضات عن أضرار التلوث توفى في مارس 2020 وهي تهم أكثر من 20,000 بحار ينشطوا في قطاع الصيد الساحلي والتقليدي من بينهم 5,000 بحار من ولاية المهدية. تمكنت دوريات مشتركة للحرس الوطني التابعة لمنطقة جبنيانة من ضبط 24 شخص من جنسيات دول إفريقية مختلفة من بينهم نساء وأطفال داخل منزل مهجور بمنطقة العوابد من معتمدية العمرة، كانوا بصدد التحذير لعملية اجتياز الحدود البحرية خلصة. تمكنت كيف الوحدات الأمنية بمعتمدية بير الحفاية التابعة لولاية سيدي بوزيد من حجز حوالي 3 أطنان من أعلاف المهربة حسب ما نقله مراسل ديوان فام في الجهة. وأضاف المصدر ذاته أنه العملية هذه تجي في إطار حملة مشتركة مع الإدارة الجهوية للتجارة لمراقبة مسالك التوزيع الأعلاف في معتمدية سيدي علي بن عون وبير الحفاية. نمشيو لقلعة سنين توا وين تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بقلعة سنين من ولاية الكاف من الإطاحة بأخطر مروجي المخدرات بالجهة وفي محيط المؤسسات التربوية. وأفاد رئيس مركز الأمن أنه المظنون فيه شاب في 30 من عمره معروف بنشاطه في عالم الانحراف خاصة ترويج المخدرات، وتم القبض عليه بعد ما نصبوا له كمين. وبتفتيشه أحجز الأعوان بحوزته عدد من الأقراص المخدرة وقطاع من مادة القنب الهندي الزطلة كان يستعد لترويجها بين صفوف التلامذة.